السلام عليكم، معكم سارة. المهم غادي نخدم معكم انا موديل ديال ليتود دو بري، نخدمو من الاول حتى الاخر. نحاول ماشي ندير دي زيكزيرسيس، غادي نشرح الدرس، كل بارتي غادي ندير ليها لابليكاسيون ديالي، يعني ندير واحد ليكزيرسيس باش يكون داكشي واضح. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي ندخل نيشان. اول حاجه الدرس راه كيبدا بديمو تكنيك، خصك تكون عارفهم. كما كتشوفوا اول مو غادي نبدا به هو دو في كونتيتاتيف استيماتيف. دو في كونتيتاتيف استيماتيف كما كتشوفوا راه مكتوب التعريف ديالو، تيقول لك دو في كونتيتاتيف وهو لانديك لو بري دون كونستركسيون بروجي à partir d'une décomposition en ouvrage élémentaire. يعني هاد دو في كونتيتاتيف استيماتيف كيمكننا باش نعرفو لو بري، الثمن، الفلوس ديال هذاك البروجي، ديك الكونستركسيون، دار، فيلا، عمارة، من خلال تقسيم ديال هذاك البروجي ديال ديك الدار ولا ديك العمارة اللي غادي نبنيوها دي زوفراج اليمونتير. لي زوفراج اليمونتير وهما مثلا هذاك الدار اللي غادي نبنيوها ولا ديك العماره ولا ديك الفيلا، ماشي جات وتحطات، راه عندها دي زيتاب، عندها دي زيتاب. يعني مثلا بدينا بالتيراسمون، التيراسمون تيكون فيه الديبلي والرومبلي. الديبلي راه تنحدو الكميه ديالو، الرومبلي تنحدو الكميه ديالو. سوميل ايزولي مثلا فيها في الفونداسيون كاين كما بغيت نقول مثلا الفونداسيون تكون فيه مثلا سوميل ايزولي، تكون فيه تيكونوا فيه لي شيناج، لي لونغرين، هادوك لي شيناج، لونغرين، سوميل، هادوك سو سون دي زوفراج اليمونتير. هادوك تنحدو لا كونتيتي ديالهم، الكميه ديالتهم في المتري، وملي تنلقاو المتر، ملي تنديرو المتري كندوزو لدو في كونتيتاتيف استيماتيف. وفي هذاك الجدول غادي يكون واضح ليكم اكثر كيفاش تيكون هاد دو في كونتيتاتيف. بحال هكاك تيكون داك الجدول، تنديرو لو كود ديال داك لوفراج اليمونتير، تنديرو مثلا راه ديزينياسيون سوميل ايزولي اون بيتون ارمي، لونيتي ديالها بالمتر كوب، باش راه هي تتكون بالمتر كوب، كنحدو لا كونتيتي اللي كنلقاوها في المتري، وتنحطو لو بري يونيتير. من بعد ملي كنضربوا لي بري يونيتير في لا كونتيتي راه كنلقاو لو مونطون، هذا لو مونطون بارسييل. ابري كندوزو مثلا هادي سو اد، انا خديت غير اكزومبل ديال سوميل ايزولي، مثلا تناخدو عاوتاني لونغرين، شيناج، ونفس الطريقه كنحطو لونيتي ولا كونتيتي ولا بري يونيتير، كنضربوهم وكنلقاو لو مونطون. ابري كنديرو لا سوم كامل وكنلقاو لو بري ديال لوفراج كامل، يعني ديك ديال داك البروجي اللي سنقلبوا عليه، وهذاك هو اللي كيتسمى دو في كونتيتاتيف استيماتيف. المود الثاني هو الكود روفيان سي ار. هاد الكود روفيان شنو تيقول في التعريف ديالو؟ ايل ريبريزونتي لا توتاليتي دي ديبونس بور رياليزي اون اوفراج، يعني شحال ديال الفلوس باش نرياليزي واحد لوفراج، يعني شحال كنخسروا عليه باش نصايبوا هذاك لوفراج. المهم باش نلقاو هاد لو كود روفيان عندنا 4 اليمون، عندنا 4 ديال لي زاليمون باش نلقاو هاد لو كود روفيان. المهم غادي نشوفو هاد لي 4 زاليمون واحد بواحد. اول حاجه هو لو ديبورسي سيك. هاد لو ديبورسي سيك شنو هو؟ تيقول لك Ce sont des dépenses qui se rapportent directement aux ouvrages élémentaires. يعني شنو بغا يقصد؟ يعني شحال كنخسروا على هذاك لوفراج اليمونتير اللي قلت لكم قبيله، على مثلا بحال سوميل ولا لونغرين ولا شيناج، شحال كنخسروا عليه؟ يعني شحال ديال لي ماتيريو مثلا، شحال ديال السيمون، شحال ديال الصاب، شحال ديال الكرافيي، شحال ديال ديال شنو لي زارماتور، المان دوفر، شحال ديال الناس اللي خدموا فيه. المهم
هذا هو لو ديفورسي، سي كي يكون عنده علاقه بلوفراج اليمونتير. وكاين لي فري دو شونتي، لي فري دو شونتي هما سو سون دي ديبونس بور فير فونكسيوني لو شونتي، يعني باش عندهم علاقه بالشونتي. الشونتي زعما شنو في الشونتي؟ يعني لي ديبونس ديال شيف شونتي، المغازان بحال هكا، ou les frais d'opération. Aide les frais d'opération, si vous le comprenez, ce sont des dépenses complémentaires spécifiques à une opération. Aide les frais d'opération, tu peux trouver ça, ماشي غير frais d'opération, tu trouveras un tipsmi ديال les frais spéciaux. Aide les frais d'opération ou bien frais spéciaux, aide ce sont des frais qui ont rapport مثلاً بمثلا ملي تكون باغي دير هذاك لوفراج، راه ماشي كدوز عند البيرو ديتود، دونك خصك لي ديبونس، خصك باش تخلصو لابوغاتوار، ولا بغيتي دير شي ابيل دوفر، هادو هما لي فري سبيسيو ولا لي فري دوبيراسيون. وكاين لي فري جينيرو، لي فري جينيرو سو سون دي، لي فري جينيرو سون دي ديبونس effectué pour faire fonctionner l'entreprise. Yani hado des frais عندهم علاقه بالانتربريز. بحالاش مثلا لي فري ديال ليتود اللي تيكون فيهم الميترور وليكونوميست، و مثلا ملي لي فري ديال السياج يعني اللوكال فين خدامين، لاسورونس ou les personnels les خدامين تمايا. هذا هو المهم. دابا الكود revient هو la somme ديال débourser sec frais de chantier frais d'opération ou bien frais spéciaux plus les frais généraux. المود الثالث هو le prix de vente PV. هذا le prix de vente تيقول لك التعريف ديالو c'est le prix proposé par un vendeur à un acheteur. بينادي هو واحد الثمن تيقترحو اللي تيبيع لهداك اللي كيشري. و le prix de vente في l'étude de prix باش كنلقاو هو le coût de revient plus le béton le bénéfice aléa. هاد le coût de revient ديجا شرحناه قبل، و le bénéfice aléa هو واحد المهم راه التعريف ديالو représenter la marge bénéficiaire choisie par l'entreprise. Le bénéfice aléa que t'hado l'entreprise هي اللي كديرو هو واحد هامش ديال الربح. غادي ندوزو للعلاقات، هادو خص الواحد يركز فيهم ويبقى عاقل عليهم، راه ساهلين ماشي شي حاجه صعيبه. كما قلنا لو بري دو فونت ايت ايغال le coût de revient plus le bénéfice aléa. Yani CR plus bénéfice aléa. BA. هذيك الا بغينا هذيك نفكوها ونجي واضحه مزيان، هاد لو بري دو فونت ايت ايغال لو ديبورسي سيك بلس لي فري دو شونتيي بلس لي فري دوبيراسيون ولا لو فري سبيسيو بلس لي فري جينيرو بلس بينيفيس aléa. هذاك DS بلس FC plus FOP plus FG راه هي CR، واضحة قلناها قبيلة. المهم هادو خصنا نعقلو عليهم، حتاش بعض المرات كيكونوا في التمرين تيحطولك CP. CP هو لو كو دو برودكسيون، هاد لو كو دو برودكسيون تساوي DS ديبورسي سيك بلس لي فري دو هاد هاد الكود دو برودكسيون تساوي دي اس بلس فري دو شونتي، ديبورسي سيك بلس لي فري دو شونتي. هما هادو جوج هما تنقولو ليهم لو كو دو برودكسيون. هاد لو كو دو برودكسيون الا تزادت عليه لي فري دوبيراسيون ولا فري سبيسيو هاهي تيتسمى لو كو ديريكت. واضح هادي بقاو عاقلين عليهم هاد العلاقات.
دابا ندوزو لآخر علاقة. دابا كويفيسيون كا دو بري دو فونت. هاد كا هاد العلاقة كتقول لك كا كيساوي لو بري دو فونت سور لو ديبورسي سيك. بري دو فونت سور لو ديبورسي سيك باش نلقاو كا. كا شنو هو؟ كا هو واحد الكويفيسيون. كويفيسيون تيتسمى كويفيسيون دو مارشي او بيان كويفيسيون دو شونتيي او d'opération, coefficient d'opération. Head le coefficient K, il est unique pour une marché donnée. Yani, tikoun mkhassis ldak le marché. Ou mouhim, head le K, hada, tikoun daiman mhassour, en général, tikoun mabin 1,2 ou 1,8. Katlqah daiman kisawi tqreban mabin 1,2 ou 1,8. وتناخدوه افيك 4 ديسيمال يعني تيكون ربعه الارقام مور الفاصله. دابا غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون تطبيق ديال داكشي اللي شفنا قبل دوك العلاقات اللي شفناهم. واحد لابليكاسيون ساهل ماشي صعيب. مهم في هاد لابليكاسيون نبداو باش ما نطولش عليكم. كالكولي لو بري دو فونت اور تاكس. اور تاكس يعني ما داخلش التي في. دابا نشوفوا كيفاش ملي تيقول لك تي في كيفاش كتدخلها وكيفاش كتحسبها. ملي كتكون تي في كيقول لك تي تي سي اي كا ساشون كو لو ديبورسي سيك كيساوي 348 درهم و لو فري دو شونتي كيساوي 12% ديال ديبورسي سيك و لو فري دوبيراسيون كيساوي 2% ديال لو كو دو برودكسيون و لو فري جينيرو كيساوي 23% ديال لو كو ديريكت و لو بينيفيساليا كيساوي 3% ديال لو بري دو فون. قبل ما كنجاوبوا على هاد التمرين نكتبوا دوك العلاقات اللي عارفين. هاد لو بري دو فون كيساوي حتى حنا طالبين منا لو بري دو فون كيساوي سي ار بلس بي ا بينيفيسالي كو دو روفيان. هاد لو كو دو روفيان شنو هو؟ هو ديبورسي سيك بلس لو فري دو شونتي بلس فري دوبيراسيون بلس لو فري جينيرو. او لو كو دو برودكسيون هو لا سوم ديال لو ديبورسي سيك مع لو فري دو شونتي. و لو كو ديريكت هو هاد لو كو دو برودكسيون بلس لو فري دوبيراسيون. او كا هي لو بري دو فونت سور لو ديبورسي سيك. تاش مطالبين منا نحسبو لو بري دو فونت اي كا دو مام لي نجبدوهم. دونك اول حاجه باش كنبداو كنمشيو كنحطو لو ديبورسي سيك. كنبداو باش نلقاو سي ار. باش نلقاو سي ار خصنا نلقاو هادو. اول حاجه نبداو بديبورسي سيك. ديبورسي سيك عندنا كيساوي 348 درهم. فري دو شونتي كيساوي 12% ديال لو ديبورسي سيك. 12% ديال ديبورسي سيك اللي هي 12 اللي قسمناها على 100 هي 0.12 مضروبه في 348 غادي تعطينا واحد وربعين فاصلة ستة وسبعين. ولا الصوم ديال ديبورسي سيك بلوس لو فري دو شونتي هو هادا كو دو برودكسيون. و لو كو دو برودكسيون لو كو دو برودكسيون ات ايكال لو ديبورسي سيك بلوس لو فري دو شونتي لي 348 بلوس 41.76 غادي تعطينا 387.76. دابا حنا درنا ديبورسي سيك و فري دو شونتي. شنو تابع الفري دوبيراسيون؟ لو فري دوبيراسيون في التمرين شنو عندنا؟ لو فري دوبيراسيون هو 2% ديال لو كو دو برودكسيون. جوج مقسومة على 100 هي 0.02 مضروبة في لو كو دو برودكسيون اللي حسبناه هو 388.76 غادي تعطينا 7.8. هاد لا سوم ديال لو كو دو برودكسيون و لو فري دوبيراسيون هو لو كو ديريكت. يعني لو كو ديريكت هو لا سوم ديال لو كو دو برودكسيون بلس لو فري دوبيراسيون
اللي هي 389.76 بلس 7.8 غادي تعطينا 397.56. دابا زدنا هاد لو كود فري دوبيراسيون. شنو باقي لنا؟ فري جينيرو. هاد لو فري جينيرو شنو عندنا في التمرين؟ 23% ديال لو كو ديريكت. لو كو ديريكت اللي هي 0.23 مضروبه في لو كو ديريكت 397.56 كتساوي 91.44. لا سوم ديال لو كو ديريكت و لو فري جينيرو راه هي سي ار. تاش هادشي كو ديريكت زدنا لي فري جينيرو عطانا سي ار. لو كو دو ريفيان هو كو ديريكت بلس لي فري جينيرو اللي هي 397.56 بلس 91.44 غادي تعطينا 489. دابا لقينا السي ار. شنو باقي لنا؟ باقي لنا البينيفيساريا باش نلقاو لو بري دو فون. بينيفيساريا هي 3% ديال لو بري دو فون هي 0.03 فوا لو بري دو فون 0.03 ضروب هاد لو بري دو فون هو اللي تنقلبو عليه حنا ياك. هو اللي خصنا نلقاو لا ريبونس ديالو. خلو لي بلاصو نحسبوها. مهم هادي كيفاش غادي نديرو نحسبوها؟ شنو كنجيو عندنا هاد العلاقه ديال بري دو فونت اي تيكال سي ار بلس بي ا. شنو كنديرو؟ كنحاولوا نلقاو هادي كتكون هادي. دابا الى جينا نشوفوا غادي نلقاو بحال معادله فيها جوج ديال زعما اللي ما معروفينش زعما اللي تقلبوا ليهم. كاينه بري دو فونت هو اللي تقلبوا ليه سي ار ديجا كالكولي وهاد البينيفيساري حتى هي ما عارفينش شحال كتساوي. دونك خصنا نحاول نرجعوا هاد المعادله يكون فيها غير مجهول واحد مثلا بحال هكا. دابا هادي شنو غادي نرجعوا يكون فيها مجهول واحد هو لو بري دو فونت. بري دو فونت يكون هو زعما هو الاكس سي ار هاد البينيفيساري باش نعوضوها نعوضوها ب 0.03 فوا لو بري دو فونت. دونك دابا شنو ولا عندنا؟ ولات عندنا اكس. X هي لو بري دو فونت. نكملوها معادله عاديه بري دو فونت نحولوا هذا لهذا الشيء غادي تبدل الاشاره ناقص 0.03 بري دو فونت ايتيغال سي ار. بري دو فونت عامل لي 1 موان 0.03 ايتيغال سي ار. سي بري دو فونت شي معادله عاديه حساب ديال الرياضيات هو سي ار مقسومه على 1 موان 0.03. تطبيق عددي بري دو فونت ايتيغال سي ار هي 489 مقسومه على 1 ناقص 0.03. شنو غادي تعطينا؟ 504.12. احنا لقينا لو بري دو فونت. دونك لو بري دو فونت ايتيغال 504.12 هي اللي غادي نحطوها هنا 504.12 ولا ضربناها في هذه غادي تعطينا 15.12. هذا هو لو بري دو فونت. حنا جاوبنا على هاد لا بارتي هاد. شنو بقى لنا؟ بقى لنا كا. كا دابا تكون ساهله. كا هو لو بري دو فونت سور دي بورسي سيك اللي هي لو بري دو فونت حنا حسبناه 504.12 مقسومة على دي بورسي سيك هي 348 غادي تعطينا 1.4486. كا كما قلنا شنو هي؟ كا كتكون 1.4486. شنو قلنا؟ كا كتكون محصورة ما بين 1.2 و 1.8 وكتكون بربعة الأرقام مور الفاصلة. وهنا تيكون التمرين سهلة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وان شاء الله نكملوا هاد الموديول ديال لي سيت دو بري. ما تنساوش تابوناو وديروا جيم لاباج ديالي وبون كوراج ان شاء الله. الله يسهل عليكم كاملين.